سهيل ابني نحسبه عند الله شهيدا ولا نزكي على الله أحدا. ولد في سنة 1993 في شهر 10 15 10، ويعني بحمد الله تعلم التعليم الابتدائي والإعدادي بالأزهر الشريف في مدرسة القرين، المعهد الأزهري، وكذلك التعليم الثانوي. ثم بعد ذلك يعني تفوق في التعليم الثانوي ودخل كلية التربية. حافظ القرآن الكريم، وكان هو أكثر أولادي حفظا للقرآن الكريم ومراجعة له. وبعدين كان بيتميز إن هو كان منظم جدا، هو صغير حتى منذ صغره في ترتيب أدواته المدرسية، في ترتيب كتبه. يعني الوحيد اللي بعد مثلا الدراسة ما تنتهي ما يجيش ناحية كتبه خالص ولا ألطها، تلاقيه هو نظم، شال اللي هو مش عايزه ورتب مكتبته ونظف حاجاته من غير ما أتدخل فيها. سهيل يعني ما كانش كثير الكلام، ولكن كان كلامه كله يعني فيه يعني عمق، وفيه حكمة، وفيه يعني ايه كأنه بصيرة. وكان يعني يحب الرائحة الجميلة، العطر الجميل، وكان يعني بسام المحية. سهيل كان يعني له صفات جميلة، فهو كان أحب أولادي إلى قلبي، لأنه كان مرح ومتفائل وكان حيي، وكان يعني يؤثر يعني عنده الإصرار، كان بسيط. لا يعني يعني إخواته كانوا يتطلبوا أمور كثيرة، هو ما كانش بيطلب شيء. كان دايما بحب القراءة جدا، لدرجة إن إحنا كان عندي كتاب الخالدون ماء أعظم محمد صلى الله عليه وسلم للدكتور مايكل هارت. كنت الكتاب ده كل ما أشيله منه ألاقيه دايما حطه تحت المخدة، بعد ما يذاكر ألاقيه طلع الكتاب أشوف عليه بالليل، ألاقيه ماسك الكتاب وعمال يقرا فيه. أيام الامتحانات تبقى بكرة الامتحان بكرة، أقول يا سهيل ذاكر، أخش عليه ألاقيه ماسك الكتاب ده وعمال يذاكر فيه يقرا فيه. فأنا رحت واخدة منه الكتاب في يوم كده في ايام الامتحانات، ورحت شايلاه بعد في مكان بعيد خالص بحيث ما يعرفوش مكانه. ففي يوم لقيته بيقول لي خد يا ماما تعالى بقول لك على حاجه. قلت له ايه يا سهي؟ قال لي تعالى كده موريك حاجه على النت. قلت له ايه؟ ببص لقيته منزل لي كتاب الخالدون ماء على النت، وبيقول انت هتغلبي معايا يعني، انا نزلت لك الكتاب على النت نفسه بحيث ان انا لما عاوز اقرا هقرا في اي وقت انت مش هتمنعيني. كان يعني بيرافقني في كل الايه يعني في معظم الجولات ومعظم المشي، يعني لما اروح المسجد لما احتاج اي شيء الاقيه جنبي، فكان محبب الى قلبي. طبعا اثناء ثوره 25 يناير كان هو في الثانويه، وكان سهر اخوه هو اللي دايما حضر احداث ثوره 25 يناير. وكان سهر لما بيجي يروح نقول لا يا سهر ما تروحش انت كتير عشان انت وراك ثانويه، لكن سهر كان مخلص الكليه او كان في اخر سنه، فيعني ايه مش مشكله. فكان هو بيقول لي يا سهر والله اني يعني بحسدك ان انت حضرت احداث 25 يناير كلها واني مش حضرت الاحداث، نفسي يجي حدث اعوض بيه الاحداث اللي انا مش حضرتها دي. كان احد الشباب هنا في العيله يقول له يا سهيل بلاش تروح رابعه، النتيجه يعني طلقة هتيجي في راسك وتموت. فكان يضحك ويقول يعني هوني ممكن أوصل للدرجة العالية دي؟ دي درجة يعني يعني مش أي حد ربنا بيختاره للدرجة العالية دي. لما جت أحداث الانقلاب العسكري ده هو كان راح من يوم حوالي 26 يونيو، يعني من قبل حتى الانقلاب ما يحدث، من قبل اعتصام رابعة، أيام المسيرات والمظاهرات اللي كانت تطوف شارع القاهرة.
فكان بدأت بقى الاعتصامات، وكان دايما هو الوحيد اللي بيقعد يمكث في رابعة يعني مدة طويلة، يعني ممكن اخواتي يقعد يومين ثلاثة ويجوا ويشطفوا غير هدوم، هو لا يقعد بالاسبوع والاثنين، ولغاية ان احنا من الشواب له نروح له عشان نشوف ونطمن عليه ونسأل عنه. كان يعني نفسه فعلا وفي قرارة نفسه انه هو يعني يختار الله سبحانه وتعالى ويقدم نفسه رخيصة في سبيل دينه. فكان يجي لي كل شوية أقول لهم هو يا أولاد أنتوا باين عليكم مش مخلصين، يقولوا لي إيه يا ماما؟ أقول الناس عمالة تنصب الخراطيش والبلي والبتاع وأنتوا مفيش أي حاجة خالص، أنتوا أكيد عيال مش لا لا مش مخلصين، أنتوا لازم في حاجة غلط فيكم. يقوموا يقولوا يا ماما هي الشهادة بتلم يا ماما؟ والله إحنا في أحداث النصب التذكاري دي كنا بنبقى واقفين كده ونلاقي ناس قدامنا وناس جانبنا وامامنا وخلفنا، ويجي الرصاص نلاقي ده مات واللي قدامنا مات واللي ورا مات، واحنا نطلع كده من غير حاجه. يا ماما الشهاده مش بتلم.